تحت رعاية معالي مريم محمد خلفان الرومي وزير الشؤون الاجتماعية انطلقت فعاليات الملتقى السنوي الثامن لأسر ذوي متلازمة داون الذي تنظمه جمعية الإمارات لمتلازمة داون. جمعية الإمارات لمتلازمة داون لها مجموعة من التوجهات الاستراتيجية، أهم توجه أو من أهم هذه التوجهات دعم الأسر، أسر ذوي متلازمة داون. ومن صور دعم الأسر عقد الملتقيات الأسرية سنويا، وفي كل سنة يكون هناك محور رئيسي تدور حوله النقاشات وتدعى إليه الجهات ذات العلاقة. في هذا العام عنوان ملتقانا هو مجتمعي، مكان آمن لذوي متلازمة داون. ولتحقيق هذا الشعار استضفنا وزارة الشؤون الاجتماعية وهذا الملتقى برعايتهم، برعاية معالي الوزيرة وزير الشؤون الاجتماعية، بالإضافة لوزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة وهيئة تنمية المجتمع، للحديث عن حول التحديات والخدمات التي يقدمها هذه الجهات الرسمية لذوي متلازمة داون. شهد الافتتاح سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وسعادة حسين سعيد عبد الله الشيخ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية، والأستاذة سونيا الهاشمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بهذا الشأن. ولدي عمره 2.5 عنده متلازمة داون، وعرفنا تقريبا من بعد الولادة، فأول شيء حاولت أني أقرأ أكثر شيء عن المتلازمة عشان أتعرف عليها وشو هي بالضبط، وتواصلت عن طريق الجمعية، الدكاترة عرفوني أن في جمعية تهتم بهاي الأمور، فتواصلت مع الجمعية وسجلت فيها. والجمعية بصراحة تفيدنا وايد من ناحية أن تعرفنا شو المستجدات اللي صايرة في المجتمع، الاهتمام اللي ياسيني يحصلونه الأطفال اللي عندهم متلازمة داون. ناقش الملتقى العديد من القضايا والمواضيع الهامة التي تهم أسر ذوي المتلازمة عبر مجموعة من المحاور النفسية والاجتماعية لذوي متلازمة داون. تتبعها ورش للأسر تخص البرامج التأهيلية، وشارك في هذا الحدث أكثر من 300 شخص يمثلون جميع أسر ذوي متلازمة داون ومراكز وأندية ذوي الإعاقة بالدولة.